برلين ستكون عاصمة الموضة هذا الأسبوع. التحضيرات على قدم وساق لتقديم أكثر من 50 عرض أزياء نسائية ورجالية. المصمم الإسباني لياندرو كانو هو أحد مصممي الأزياء الذين سيقدمون مجموعاتهم الجديدة للخريف والشتاء المقبلين. أصمم كل ما يجول بخاطري ويعجبني دون أن أفكر في إمكانية ارتداء هذه الملابس في الشارع، والنتيجة هي هذه. المصمم القادم من مدينة إشبيلية الإسبانية حاز على جائزة مصمم المستقبل في بلده. تصميماته المبتكرة جعلت منه اسماً واعداً في عالم الأزياء. مجموعته الجديدة طغت عليها الألوان الفاتحة إضافة إلى الألوان الزهرية بمختلف تدرجاتها. مصمم الأزياء الألماني كيليان كيرنر يضع اللمسات الأخيرة على تصميماته استعداداً لمشاركته العاشرة في أسبوع الموضة ببرلين. كيرنر اختار لعرضه عنوان قل لي ما هو اسمك، فهل سنعرف من خلال الاسم ذوقك في اللباس؟ تصاميمه تذكرنا بأشكال هندسية نعرفها جيداً. الألوان الداكنة والذهبية طغت على مجموعة كيرنر الجديدة. المصممة النمساوية لينا هوشيك معروفة بتصميماتها التي تظهر أنوثة المرأة وجمالها. في سن 24 تمكنت هذه المصممة من تأسيس علامتها التجارية الخاصة بالأزياء النسائية. أقمشة الساتان والدونتيل كانت حاضرة بقوة في مجموعتها الجديدة.